الآن تشاهدون فريق الجدعان في مزارع The Farm المتخصصة في إنتاج أجود الألبان والتي أنشأها المخرج الشاب كريم عبد العزيز بمنطقة وادي النطرون وتضم أفضل العجلات الهولشتاين الألمانية بخلاف مزارع أخرى متخصصة في تسمين العجول وإنتاج أفضل اللحوم. اللي قدام حضراتكم ده كريم عبد العزيز، مخرج محترف في القنوات الفضائية ومن المبدعين بجد، لكن اللي يمكن ناس كتير ما تعرفوش حتى أصدقائه وأقرب الناس ليه هو إنه من أهم أصحاب مزارع الأبقار الهولشتاين الحلابة في مصر، وكمان مزارع تسمين العجول بمنطقة الخطبة. والده رجل سياحة معروف وتحديداً في إدارة الفنادق الكبرى، وكان حلمه أن يأسس مزرعة للإنتاج الحيواني، وده الحلم اللي قرر المخرج كريم عبد العزيز أنه ينفذه على أرض الواقع. وطبعاً المشوار ما كانش سهل، وتعلم بعد رحلة شاقة جداً. النهاردة المخرج كريم عبد العزيز لو فضي دقيقة بيطير على المزارع اللي تولى مسؤوليتها بالكامل، وبيلبس الكوزلوك البوت البلاستيك وينزل بنفسه يشتغل، وطبعاً بيواجه تحديات الأزمة الاقتصادية اللي بتمر بيها كل القطاعات الإنتاجية في مصر. الفرق بينه وبينهم إن عنده روح، وهي بقرة حساسة سعرها بيعدي بتجهيزاتها 100,000 جنيه، ولازم يوفر ليها كل احتياجاتها، وبالتالي هو في أصعب اختبار مر بيه في صناعة إنتاج الألبان. تعالوا نقابله. كريم عبد العزيز اسمك فني، الله يخليك، وانت حضرتك زميلنا في الميديا، عشان كده لما انا عرفت ان عندك مزرعه حلاب انا جيت لك فورا. يا نورت. طبعا منوره بيك، انت عامل حاجه حلوه. عيله كامله شغاله في هذه المزرعه، الاب كان شغال في قطاع السياحي ولكن جواه حته كده قطاع ريفي من البحيره. لا انا بالظبط، انا هعمل مزرعه. وبدات بتلك جاموسات، صح كده؟ مظبوط. النهارده احنا من اهم الناس اللي بتنتج الالبان وبنورد لاكبر الشركات في مصر. الحمد لله. عندنا تحديات؟ عندنا تحديات صح، لكن مكملين ومستمرين والمزرعه محافظين عليها كله باذن ربنا. طبعا ان شاء الله. نرجع بقى من البدايه، افهم المزرعه دي اتعملت امتى؟ من سنه 2014. احكي لي. اقول لحضرتك، احنا الاول زي ما انت قلت كده الوالد عنده حته الحنين الى الماضي، فاحنا لينا ارض كمان هنا غير اللي احنا واقفين عليها، الناحيه الثانيه هنا قدامنا. فجاب 3 جاموسات، عشرهم، جابوا لبن، فاحنا كان هو بيحب طعم اللبن الجاموسي يعني. وبعدين اللبن كان كتير قوي، كانت كل واحده مثلا بتجيب لها بتاع 5 6 كيلو في اليوم، ف 15 كيلو لبن هنعمل فيهم ايه؟ ده احنا ما كانش عندنا اي خلفيه خالص بالبار الحلاب ولا التربيه ولا اي حاجه، ولا اي حاجه يعني. مع الحتت الانتاج الحيواني ما عدتش علينا، ولا الانتاج الزراعي. فقعد مع الغفير يعني، فبيقول له احنا ممكن نبيع اللبن ده، الناس بتشتري لبن يعني تجميع. فابتدينا نبيع اللبن، كان بيبيع كيلو اللبن تقريبا ب2 جنيه حاجه كده يعني. ابتدينا نبيع اللبن ده، موضوع عجبه، جاب 2 كمان على الثلاثه، بقوا 5. المهم الموضوع مشي حبه بحبه كده، وبعدين قرر ان هو يعمل مزرعه انتاج حيواني. فاشترى الارض اللي احنا واقفين عليها دي، وابتدى بثلاث حظاير. انتاج حيواني حلاب ولا تسمين؟ انتاج حيواني حلاب الاول. حلاب، تمام. عمل الثلاث حظاير اللي هناك دول، وعمل 3 توابع اليوم هنا الناحيه الثانيه، وقال انا كده وراح جايب 35 بقره هولشتاين، ولكن انا كده عملت مزرعه. انا كده تمام جدا، وهورد لاكبر. بس قبليها هورد لامريكا لبن. بس قبليها جاب كريلو، علشان بقى هم 5 حاجات. الراجل قال له باشا انا تعبت، قال له خلاص ايه، جاب له كريلو. كريلو كهربا كده، عربيه بيبقى فيها قسط لبن بيحلبوا عليه، والكريلو ده محتفظين بيه لحد النهارده يعني. والجاموسه، الجاموسة لسه موجودة؟ لا، دي بنتها موجودة. وابتدينا بقى نبتدي نتعامل مع مصانع الألبان. طبعا لما دخلنا الموضوع كشغل يعني، الموضوع اختلف 180 درجة. في مواصفات للبن، وفي مواصفات للأكل، وفي مواصفات مشروع نفسه، ليه مواصفات الملاعب، المظلات، طبعا مشارب. مزبوط. استعنت بقى بمهندس زراعي، طبيب بيطري، الناس اللي تديك الخبرة، صح؟ احنا ناس ندير ومعنا استثمارات، استعنا بيهم ازاي؟ الاول انا دخلت، جيت امسك المزرعه يعني، كان في مهندس، ولكن الحقيقه كنت عايز حد شاب معايا يجري. اخترنا ان احنا يبقى معانا مهندس شاب.
في الاول طبعا كنت بشوف منظر الاكل انا مش عارف ده ايه او ايه على ايه. اللبن مثلا كان المصنع يقول والله اللبن ده فيه مجبن فمش عايزينه، فانا معرفش يعني ايه مجبن، وكان المهندس اللي كان ماسك المزرعه كان مشي فكنت انا لوحدي، فربنا كرمني كده بواحد يعني عارف لما مثلا ابقى نازل بيته ماما تقول لي روح ربنا وقف لك ولاد الحلال، انا ابن الحلال ده وقف لي كده مهندس اسمه المهندس احمد عزت، ده بقى شريك نجاح معايا هنا. ده مهندس استشاري مزارع البان ولا من المهندسين اللي بيستلموا اللبن في الشركات ولا ايه بالظبط؟ لا ده مهندس اللي بيستلم اللبن في الشركات وماسك تطوير المزارع يعني، كان في احدى الشركات الكويسه. ابتدينا بقى نشوف استشاري تغذيه محترم نتعامل معاه، ابتدينا نشوف مهندس شاب كويس يعني، انا تقريبا كل اللي شغالين معايا هنا شباب، انا ما عنديش تقريبا حد كبير في السن خالص. انت اتعلمت يعني بالمكسب والخساره؟ بالظبط، انا بدفع من جيب عشان اتعلم. انا اتعلمنا من خسارتي الحمد بس لله. النهارده هي اللي عملت ده الحمد لله. الحمد لله. العدد قد ايه النهارده؟ هو العدد النهارده حاليا في المحطه اللي احنا واقفينها دي تقريبا 205 او 206 حلاب، 100 واحده توابع. واجمالي الرؤوس اللي عندكم في المزارع كله مثلا نقول حوالي 800. طيب يعني حضرتك مطلوب منك يوميا توفر الاعلاف ل 800 راس عشان تنتج لبن يعني مصنع تديها علف تديك لبن، المفروض تغطي تكلفتها وفي نفس الوقت تغطي تكلفة التوابع عندك في المزرعة اللي لسه بيتربى واللي عشار. المزرعة مش مجرد بقرة هولشتاين بتحلب صح ولا لا؟ مظبوط. المعادلة دي بقى بتعمل فيها ايه؟ بص اقول لحضرتك، خلينا نتكلم نمسك المحطة كمان، ما قلناش العمالة والكهرباء والمية وكل الكلام ده. خلينا نتكلم على المحطة اللي احنا واقفين فيها دي. المحطة دي دلوقتي فيها 200 راس حلاب لازم ياكلوا كل يوم، معاك فلوس او ما معاكش. تمام. وفي حاجات مهمة جدا في العلف بتأثر على اللبن زي الصويا وزي الذرة مثلا، دول اكتر حاجتين مؤثرين جدا في اللبن او مؤثرين في البقرة او 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 في السوق اليومين دول. طبعا يعني انت بتنام بسعر وتصحى بسعر فدي ممكن تكون اكبر المشاكل اللي بتقابلنا يعني. فالبقرة دي دلوقتي بتاكل اكل قدام لبن بس، انا لسه ما حطيتش عليها كهرباء، لسه ما حطيتش عليها عماله، لسه ما حطيتش عليها اي مصاريف تانية، ما حطيتش عليها العلاجات بتاعتها، ما حطيتش عليها التحصينات بتاعتها، لان في رعايه يوميه للحاجات دي. الحاجات دي مثلا حاجه سخنت، حاجه ما حطيتش عليها حتى التلقيح بتاعها، ما حطيتش عليها اي حاجه. فده رقم عالي جدا يعني. مثلا وليكن هناخد مثال مثلا على مدار الاسبوعين اللي فاتوا، الاسبوعين اللي فاتوا طن الصويا وصل ل 39000 جنيه، ده مش سعره الحقيقي. وهنقول مثلا انا كنت بشتريه ب 20000 جنيه يوم ما كان بيبقى غالي جدا، ففي ضعف الفرق. طب الضعف ده انا هعوضه منين؟ والوضع ده بيفضل قاعد معاك مثلا 10 15 يوم يقول لك الصويا ب 39000 السبت، فانت كل يوم بتتحمل في خامه واحده الضعف. فمين هيعوض لي الفرق ده؟ تاني حاجه قيس على كده الذره برضو، الذره نفس الكلام بتلاقي مره 8 ل 16 كله بيعلى الضعف بيعلى الضعف. حتى دورت على البدايل، بدايل زي كل بقى البدايل غليت، كسر الرز بيغلى وكمان بيبقى ليه مواسم. وبعدين الحاجات دي البدايل بتاعتها ما بتدكش نفس الانتاجيه ونفس الكواليتي بتاعت اللبن برضو. فانت بتحافظ، انت مش بتاكل بس عشان انتاج لبن، انت بتاكل عشان تحافظ على البقره كصحه عامه، انها تعيش معايا موسم واثنين وثلاثه واربعه، وان هي تنتج لبن، وان هي تجيب لي مولود واثنين، وان هي كمان ما تبقاش هزيله وملهاش إيمان. احنا دايما كنا بنضرب بيكم المثل كمنتجين الألبان، بنقول منتجين الألبان عندهم معادلة سعرية بتحدد لهم سعر اللبن كل يوم. خدت بالك بقول لك كل يوم. ليه ما تحركتوش كمنتجين للألبان في اجتماعات مع إمبا الجمعية الخاصة بمنتج الألبان مع المصانع اللي بتوردوا لها الألبان ونحدد يومين؟ ما هو عليا وعليك، لو اللبن سعره زاد انا معاك، لو اللبن سعره نزل برضو انا قابل. بص يا فندم هقول لحضرتك على حاجة يعني الموضوع ده عشان يتحل من وجهة نظري أنا يعني، المفروض يبقى فيه بورصة زي البورصة اللي بتطلع في أي سهم طالع نازل. في بورصة في النهاردة سعر الأعلاف في البورصة والسوق يبقى متأيد بيه سعر اللبن النهاردة، ويلزم المصانع أنها تشتري من كريم ومن أحمد ومن حسن ومن حسين بالسعر ده اللي متحدد على البورصة بتاعت وزارة الزراعة اللي جاي عن المعادلة السعرية اللي هي معموله وناجحه واحنا فضلنا ماشيين بيها لحد دلوقتي وعاملين بيها شغل وكسبنا منها الحمد لله. ده الحل الوحيد دلوقتي، زائد كمان الخامات تبقى متوفره، والحمد لله دلوقتي الخامات ابتدت تتوفر تاني يعني. كريم عبد العزيز ازاي قدر يحل الموضوع ده عنده في المزرعه؟ واجهت ازاي الشهرين ثلاثه اللي عدوا صعبين قوي دول؟ عملت ايه؟ هقول لحضرتك، احنا اول حاجه ابتدينا نعملها ان احنا نبيع التوابع. توابع؟ التوابع دي اللي هي بتبقى اولاد البقر. ده بتورد لمصانع ايه؟
انا بورد لمصنع فيتي وبورلاند. بورلاند مصنعين محترمين بصراحه والناس كويسين جدا واسعارهم محترمه جدا على فكره. واسعارهم كويس صح كده ودايما بياخدوا اجود الالبان. دي حقيقه. ازمه كبيره مرت بيها مزرعه المخرج كريم عبد العزيز واسمها زفرم لما هجمت مصر سلالات شرسه من الحمى القلاعيه. وبجد كانت ايام صعبه على المزرعه كلها. تعالوا نعرف ازاي واجهها. طيب خليني اسالك بقى هنا على الحمى القلاعيه. اوكي. من شهرين ثلاثه اربعه كده مرينا بظروف قاسيه جدا على كل المزارع سواء التسمين او الحلاب. مظبوط. واجهتها ازاي؟ خسائرنا كانت عامله ازاي؟ قدرنا نواجه الخسائر دي ولا لا؟ يعني اسال نفسك وجاوب. كانت راجل مخرج كبير وعظيم. الحقيقه الحمى القلاعيه السنه دي كانت شديده جدا. عدينا منها باعجوبه زي ما قلنا احنا كنا 800 وطبعا الحمى جت شالت 90% من الخطيه. مش محصن ولا ايه ده السباع يعني والحاجات دي؟ كنا محصنين الحمد لله بس في حاجات في الاول في الاخر دي روح يعني. زي ممكن تبقى واخد الفاكسين بتاع الكورونا وتجي لك كورونا. فهي نفس الفكره يعني. كانت ضربه شديده جدا لولا الوالد ودعم الوالد بصراحه يعني كان زمان قفلنا. وكانت جايه في المزرعتين في التسمين والحلاب بس الحمد لله مع طبعا غلو الاسعار والحاجات دي فاحنا كمزرعه واجهنا بصراحه تحديات صعبه جدا جدا. الحمى القلاعيه بتصرف الافات مؤلفه في اليوم علاجات سواء البقره اتعالجت او ما اتعالجتش يعني تقعد فتره على ما بترجع في الانتاج بشكل كامل يعني. ده لو رجعت. وكمان طول ما هي في فتره العلاج انت مش هتقدر تبيعها لان بتبقى في احيانا بتاخد مضادات حيويه وكده واحنا الحاجات دي ما نقدرش نبيعها يعني فبتفضل موجوده لحد ما تتعافى كليا او تنفق. بس الحمد لله يعني فتره بصراحه ما بحبهاش وما بحبش افتكرها لان هي خدت نجاحات سنين يعني. بس الحمد لله ان احنا واقفين هنرجع تاني والملاعب دي كلها هتتملي زي ما تعودنا ان شاء الله. تمام. انا شفت لك افلام كان فيها المزرعه هنا بس معديه 500 600 صح كده لله. وهنا الطاقه اصلا كام؟ هنا الطاقه 1800 حلاب يعني. نرجع تاني الارقام دي ان شاء الله على 11 اللي جاي مع الشتاء اللي جاي عليك مدخل ارقام كبيره ان شاء الله. احنا عاملين خطه حتى علشان من احدى الحاجات اللي بنعدي بيها الفتره بتاعت غلو الاعلاف وكده كل الفلوس بتاعت النتاجات واخدينها ومش بنصرفها في حته لا احنا هنشتري بيها بقر كبير يعني. وليكن مثلا بعت النهارده بمليون جنيه نتاجات انا هجيب عجلات ب 2 مليون المليون ده على مليون من معايا ونحطهم نجيب من 20 راس 25 راس نكبر الاعداد واحده واحده يعني. مزارع الابقار الحلابه من اهم المشروعات في مصر على الاطلاق لأنها بتوفر اللبن واللحمة. وغير صحيح إن تعرضها للخسارة صعب لأن كيلو اللبن اللي بيتباع مش بيصرف بس على البقرة اللي بتنتجه لكن بيصرف على التوابع وتحت العشار والفطام وغيرها بخلاف العمالة والطاقة والعلف وصيانة المحلب وعربيات نقل اللبن وغيرها كتير جدا. وبالتالي لازم ننتبه مزارع الألبان في خطر والمعادلة السعرية لازم تبقى أكثر مرونة ويتقبلها الجميع صاحب المزرعة ومصانع الألبان.